مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ماهوك فيلوغز. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. في إطار متابعة المشاريع الجديدة، اليوم غنشوفوا مشروع الطريق البحري لميناء الدار البيضاء. هذا المشروع اللي الأشغال فيه متوقفة في انتظار الربط ديالو مع الطريق الساحلي للمدينة الجديدة زناتا والمنطقة اللوجستيكية مرورا بشاطئ عين سبع. الهدف من هذا البروجي كذلك هو تخفيف ضغط شاحنة الوزن الثقيل على وسط المدينة. كنتمنى انني نكون قربتكم اكثر من هذا المشروع. للمزيد من الفيديوهات زوروا صفحة القناة على اليوتيوب ودعمونا بجيم واشتراك.